واجبة الله تعالى لذاته بالسمع لا بالعقل، وصفات فعل واجبة لله تعالى بالسمع وبالعقل، وصفات فعل واجبة لله تعالى بالسمع لا بالعقل. فذكر أشار بقوله السميع الخبير إلى صفات الذات الواجبة لله تعالى بالسمع وبالعقل، فيجب لله تعالى ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال، فهو السميع البصير العليم الخبير الحكيم القدير. هذه كلها صفات واجبة لله تعالى بالسمع بالقرآن وبالسنة، والعقل يوجبها لله تعالى لأنها كامل الوجود لابد أن يكون متصفا بها، واتصافه بها على ما يليق به تعالى، ليس يشبهه فيها أحد، ليس كمثله شيء. عندما نقول سميع يسمع بسمع وبصير يبصر ببصر، ولكن ليس كسمعنا وليس كبصرنا ولا يشبه سمعه ولا بصره شيء على الإطلاق، كما قال تعالى ليس كمثله شيء. هذه قاعدة عامة في جميع الصفات الثابتة لله تعالى، بأنها تجب له على ما يليق بذاته لا على ما يخطر ببال الناس، فهو كما أن ذاته لا تدرك فكذلك صفاته لا تدرك. هذا النوع الأول، صفات واجبة لله تعالى لذاته بالسمع وبالعقل. هناك صفات ذات أيضا ثابتة لله تعالى بالسمع لا بالعقل، لو لم يخبرنا الله عز وجل بأنه متصف بها لا نستطيع بعقلنا أن نثبتها له، وهو ما وصف به نفسه في قوله تعالى بأن له وجه ويد وقدم، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، قال تعالى ويبقى وجه ربك وذلك القرآن، وكل ما ثبت في القرآن هذا النوع منه ما هو ثابت أيضا بالسمع وبالعقل، مثل الإحياء والإماتة والرزق والإعطاء والمنع، هذه صفات فعل ثابتة لله تعالى يفعل منها ما يريد كما يريد في الوقت الذي يريد، ثابتة لله تعالى بالسمع وبالعقل. ونوع آخر من صفات الفعل ثابت الله تعالى بالخبر بالسمع لا بالعقل، وهو ما أشار إليه المصنف في قوله تعالى وهو فوق عرشه، فيتصف الله سبحانه وتعالى بالنزول وبالمجيء وبأنه فوق عرشه، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى وجاء ربك والملك صفا صفا، وكما ورد الله تبارك وتعالى في رضي الله عنه وارضوا عنه، يضحك ربك إلى رجلين كل منهما يقتل لا أحد كلاهما في الجنة كلاهما يدخل الجنة
المسلم قتل كافر جهاد في سبيل الله ثم اسلم الكافر ومات في سبيل الله، هذا صحيح البخاري وغيره. فهذه صفات تسمى ايضا، يسميها المتاخرون صفات فضليه ثابته لله عز وجل من صفات الفعل، يفعل لا يدركها العقل فيثبتها كما وردت. وهذه التي كما تقدم في المره الماضيه ان جمهور السلف والصحابه والتابعين والتابعين كلهم يقولون نثبتها لله تبارك وتعالى على ما ورد كما جاء بها الخبر، نمرها كما جاءت وتفسيرها قراءتها لا نتعمق فيها ولا نكثر الكلام فيها، بل هذا التفصيل هو يكون في مقام التعليم فقط، ولكن مع العامة وإلا في عامة من يريد أن يدخل الإسلام لا ينبغي مثل هذه المسائل. هو هكذا كان سلف الأمة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الإسلام ممن أتاه مسلما دون أن يذكر له شيئا من هذا على الإطلاق، كما ورد في حديث جبريل عليه السلام بين حقيقة الإيمان وحقيقة الإسلام. لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من الصفات، ولم يبين له شيء من الصفات وهذه على حقيقتها وكيف هي وكذا، كل هذا ليس مطلوبا في إيمان المسلمين، لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أحد على الإطلاق ممن أتاه مسلما. كان يأتيه الرجل من البادية فيقول له، يسأله عن الإسلام فيذكر له أركان الإسلام كما جاءت في حديث جبريل، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وباقي أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل لابد من الإنسان أن يقر بها ويعرفها على وجه الإجمال دون أن يطلب منه أن يعلم ما حقيقة القدر وما حقيقة الصفات. كل هذا ليس مطلوبا من عامة الناس، ولو كان مطلوبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان مطلوبا ولم يبينه لكان ذلك قصورا في التبليغ وهو محال على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذلك كان بالإجماع هذا أمر غير مطلوب، ومن هنا كره العلماء الأئمة المتقدمون كرهوا الخوض في الصفات والكلام فيها، وعندما يأتيهم كلام عنها يقولون أمرها كما جاءت. كان مالك رحمه الله يكره الكلام في الصفات، وكان حتى لا يحدث بالأحاديث التي وردت فيها، كان يقول عندي أحاديث لو ضربت بالصوت ما أخرجتها وما حدثت بها. وقيل له عند ابن عيينة أحاديث ليست عندك؟ قال إني إذن أحدث بكل ما أعرف، إني إذن أحمق. وقيل له إن ابن عجلان يحدث بهذه الأحاديث، فقال ابن عجلان ليس بفقيه. وهذا يتمشى عدم الخوض وعدم الكلام في تفصيل هذه الأشياء وهو غير مطلوب وهو غير يعني مشروط في صحة الإيمان، الكلام فيه مع العامة يضر أكثر مما ينفع، لأنه كما ورد ما أنت بمحدث أحدا حديثا أو ناس حديثا، ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تدرك عقولهم إلا كان عليهم فتنة. كان علي رضي الله تعالى عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وذلك ما يشيع الآن بين الناس في الآونة الأخيرة من التوسع في كلام في مثل هذا الأمر، والتوسع في الصفات حتى إن صغار الطلاب يختبرون بها أحيانا إيمان العامة وإيمان عامة الناس، ويختبرون بالصفات ويقررونهم على مثل الأشياء، ويسألونهم أين الله، ويسألونهم ويجعلون ذلك شرطا في صحة إيمانهم. ومن لم يجب بما هو في بالهم يقول لو أنت يعني عقيدتك غير صحيحة، هذا كلام غير صحيح وهذا ضار،
وليس على هذا كان سلف الأمة، ولا كانوا يعرفونه ولا يفتنون الناس به. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية عندما سألها أين الله لم يكن هذا قاعدة في الأمر، ولو كان قاعدة لطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع أصحابه، لأنه كان مطلوبا وقصر ولم يطلبه ماذا يكون الأمر؟ يكون هو قد قصر في التبليغ، وهذا غير جائز ولا يقوله به مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وبين للناس كل ما أنزل إليهم من ربهم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية كان لقصور عقلها وضعف همتها وعدم قدرتها على أن تذكر أركان الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتبه في أمرها ولم يعلم حقيقة أمرها ما إذا كانت هي مسلمة أو غير مسلمة، لأن ترتب على ذلك حكم شرعي وهو صحة عتقها في الكفارة. فأقصر طريق للجاهل يعرف به ما إذا كان هو مسلم أو غير مسلم أن يسأل سؤالا مختصرا هو قريب إلى الفطرة وإلى الغريزة ويعرفه الناس، فإذا جاب به لم يكلف بعد ذلك لقصور عقله أن يذكر ما يجب الإيمان به. فاختصر لها الطريق وسألها سؤالا واحدا، قال لها أين الله؟ قال في السماء، استدل بذلك على أنها مسلمة. لكن هذا لا يفهم منه أبدا على الإطلاق أن هذا شرط، هذا التقرير شرط في صحة الإسلام، أبدا لا يمكن، لأن لو كان كذلك لطلبه من جميع الناس الذين دخلوا الإسلام. هذا فيما يتعلق بالصفات. وقد ذكر المؤلف آخر ما ذكر إيه؟ وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه. وهو فوق عرشه المجيد بذاته، هذه الجملة اعترضوا عليها فيه، اعترضوا على ابن أبي زيد رحمه الله فيها، اعترض عليه فيها القاضي عبد الوهاب اللي هو معاصره وهو أحسن من شرح الرسالة، لأن ابن أبي زيد معاصر القاضي عبد الوهاب معاصر لابن أبي زيد. القاضي عبد الوهاب توفي حوالي 420، وابن أبي زيد 386، فكان معاصر له حتى كان بينهم مكاتبات ومراسلات، ولذلك هو أحسن من شرح رسالة ابن أبي زيد، شرحها على الطريقة التي يريدها مؤلفها، يعني خصوصا في قسم العقيدة ابن أبي زيد القاضي عبد الوهاب شرحها على طريقة وعلى منهج أهل السلف كما ساقها مؤلفها. لكن الشروح المتأخرة الموجودة الآن متداولة يعني كلها على طريقة المتأخرين من الأشاعرة التي فيها تأويل الصفات وفيها كثير من الأشياء التي هي أخذت على متأخري الأشاعرة ولا تتمشى مع مذهب أبي الحسن الأشعري نفسه الذي آخر ما انتهى إليه في كتابه الإبانة في أصول الديانة. فلما قال ابن أبي زيد رحمه الله وهو فوق عرشه، وهو وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، اعترضوا عليه في كلمة بذاته وتعبير بقوله فوق. قالوا قاضي عبد الوهاب قال ليته لم يقل ذلك واقتصر على ما ورد في القرآن على العرش، الرحمن على العرش استوى، لم يذكر بذاته القرآن ولم يذكر فوق، ولو اقتصر على ما ورد لكان أحب إلي. وكذلك الذهبي رحمه الله قال نقموا عليه بقوله بذاته، نقموا عليه بقوله بذاته، قالوا أحسن مخرج لهذا أن يقال وأنه فوق عرشه المجيد بالكسر، بحيث تكون المجيد صفة للعرش
بذاته، يعني الباء هنا بمعنى الظرفية، كما تقول مررت بمكة أو جئت بمكة، أي في مكة، أي في ذاته، أي أن هذا العرش العظيم المجيد في ذاته، عرش عظيم مجيد في ذاته، فترجع إلى العرش بحيث نخلص من ما نقموا به على ابن أبي زيد، لاحتمال إهام أن يكون تكون كلمة بذاته ترجع إلى الباري عز وجل، وأن المجيد ربما تكون هي صفة لله عز وجل المجيد، وأنه صفة أنه المجيد بذاته، فنفيا لهذا الاحتمال قالوا المخرج منه أن تجعل المجيد بالكسر صفة للعرش، وبذاته هي صفة للعرش، أي العرش في ذاته مجيد، بحيث يسلم من الاعتراض. وهذا يبين لك مدى حرصهم ومدى اعتنائهم بأن يقفوا في المكان الذي وقف فيه به السلف الصالح، لا يريدون أن يزيدوا حرفا واحدا، حتى الحرف الواحد استبدال على بفوق، معنى كلاهما يعني هي أداة من الأدوات لتربط الكلام، ومع ذلك قالوا لو اقتصر على ما ورد وعبر بقوله على لكان أحسن وكان أحب، كما إلى القاضي عبد الوهاب، وكما ذكر القاضي الذهبي، كما قال ذكر الذهبي رحمه الله أنهم نقموا على ابن أبي زيد في استعمال هذا التعبير الذي خرج عن تعبير السلف الصالح في هذه الصفة. نعم. شيخ عفوا، الضابط في الصفات الخبرية سواء كانت صفات ذات أو صفات أفعال، البعض يتوسع حتى كل ما ورد في الأحاديث يعني يسميه صفة، يعني يقول بأنها صفة، أفهم كل ما ورد في القرآن يسميه صفة، كل ما ورد يعني حتى قالوا صفة الرداء وصفة الإزار وصفة الحقو وصفة القدم وصفة، هذا أرى أن فيه نوع من الإسراف والتوسع أيضا، لأن ينبغي في هذا الأمر أن تكون هناك قاعدة، سواء كان في، لأن بعض هذه الصفات ورد تأويله عن السلف، هو كما نعلم أن منهج السلف لا يؤولون الصفات إلا إذا تعذر الحمل على الظاهر وصار الحمل غير ممكن، فإنهم يؤولون، كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش في سورة الحديد، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، ثم وهو معكم أينما، الأول آية ثم استوى على العرش، وآخرها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. في أول آية استوى على العرش، بين الله عز وجل أنه على العرش، وفي آخر الآية قال وهو معكم أينما كنتم، فهنا بإجماع أهل العلم وإجماع أهل السلف يتعين التأويل في هذا وهو معكم، يعني بعلمه. وبعض المتأخرين يفرون من كلمة تأويل ويسمون هذا تفسير، وأنا أقول هذا لا مشاحة في الاصطلاحات، يعني سواء أنت سميت هذا تأويلا أو تفسيرا فإنك خرجت باللفظ عن ظاهر مدلوله المتبادر منه إلى معنى آخر اقتضته ضرورة النص وتعين الحمل عليه، فما علينا سميناه تأويلا وتفسيرا هو صحيح، لأنه وارد عن السلف الأمة وأجمعت عليه الأمة. هذه الأمر ينبغي أن نتقيد فيه أيضا بما ورد عن السلف، نحن عندما نريد أن نقرر مذهب السلف ونقول يعني أسلم مذهب هو مذهب السلف، لأنهم الطائفة والفرقة الناجية التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، معنى هذا أن نقف أينما وقفوا في مثل هذا الأمر، عندما نجدهم فسروا كلمة أو صفة لله عز وجل بتفسير غير متبادر منها، سواء سميناه تأويلا أو سميناه تفسيرا، نقبله ونقف عنده. عندما تأتي آية أخرى ويحملونها ويمرونها على ما جاءت ولا يفسرونها، أيضا نقف عندما وقفوا، لا نفسرها ولا نؤولها، لا نقول هذا يلزم فيها تأويل ولا نقول يجب فيها تفسير، بل نقف أينما وقفوا. لذلك نأخذ من هذا أن القاعدة التي هي قاعدة صحيحة ومطردة
ونكون في مأمن عندما نتمسك بها هو أن نبحث عن مذهب السلف في هذه الآية. هل هذه الآية حملوها على أنها صفة لله عز وجل ثابتة ويقولون نمرها كما جاءت وأن الله عز وجل رداء وأن الله يحق وأن الله كذا، وأن نقول لا هذه الآية مراد بها كذا وكذا وفسرها بتفسير آخر؟ فإذا كان ثبت عن السلف تفسيرها بغير ظاهرها فنفسرها ولا نقول هذه صفة، لأن السلف لم يقولوا هذه صفة. لأن كثير من الآيات أحيانا يبقى فيها اختلاف بين السلف، هل هي صفة وإلا هي ليس مراد بها ظاهرها، مثل القول مثلا فأتى الله بنيانهم، يعني أتى الله بنيانهم يعني خربها، المفسر كلهم يقولون هذا. كثير من الآيات يعني المراد بها مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، يعني إن الله معنا بحفظه وليس هو معنا بذاته. فكثير من النصوص سواء في القرآن أو في السنة ويبقى كل شيء هالك إلا وجهه، هذه الآية فسرها إلا ما كان لذاته، إلا ما كان لي يعني الأعمال كلها سواء كانت أعمال وإلا أعيان لا يبقى منها شيء ولا يصلح منها شيء إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ففي بعض الآيات مع أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة الوجه، السلف يثبتون ذلك، لكن في الآية في هذا الموضع لم يجعلوها صفة وإنما فسروها بتفسير آخر. فعلينا دائما أن نتتبع ما قاله السلف في النصوص الواردة في القرآن والسنة، فما جعلوه صفة لله سبحانه وتعالى نجعله، وما لم يجعلوه كذلك وحملوه على غير ظاهره وفسروه تفسيرا آخر أيضا نفسره، ولا نتردد ولا نتخوف ولا نقول إننا معطلون ولا إننا يعني أولنا الصفات، لا، بل نحن التزمنا في هذه الحالة بمذهب السلف وطريقتهم بطريقة فيها قاعدة نتبع، لا نبقى أحيانا نفسر وأحيانا نفسر، وعندما نفسر شيء أو نؤوله نسميه تفسيرا، وعندما غيرنا يفسر شيء آخر نسميه تأويلا ونسميه معطلة ونسميه كذا، بعدها تبقى المسألة نحن ننقض البنيان الذي بنيناه أساسا وهو أننا نتبع مذهب السلف. إذا أردنا نتبع مذهب السلف على وجه صحيح علينا أن نقف أينما وقفوا، ما أولوه أولناه أو فسروه سميه تفسيرا فسرناه، وما لم يفسروه وأثبتوه لله عز وجل على ما يليق به نثبته أيضا كذلك. هذا يعطينا قاعدة مضطردة بعد كلام لا نحتاج إلى اضطراب ولا اختلاف في البسر. هو لعل في إشكال آخر الآن، أحيانا التفسير أيضا باللازم، يعني مثلا القرآن يقول تجري بأعيننا وكذا، يعني الله لم يثبت لنفسه عينين، ولكن قالوا لله عينين أخذ من حديث الدجال أعور وربك ليس بأعور. نعم. فقالوا ما دام الله رسول صلى الله عليه وسلم قال ليس بأعور، معنى ذلك أن لله عينين، لأن الأعور هو يعني نعم يكون له عين أخرى. نعم. فهل هذا تفسير يعني هذه جمهورهم جمهور الأسف يقولون لله عز وجل عينين ويثبتونه بحديث الدجال، وهذا موجود في صحيح البخاري والمتقدمون يثبتون هذا. لكن القضية كما قلنا دائما نتبع تفسير المتقدمين للأمر، فما فسروه من نصوص السنة ونصوص القرآن بأنه صفة نقف عنده ونثبته على أنه صفة على الوجه الذي يليق به، وما لم يثبتوه كذلك وفسروه تفسير على غير ما المتبادر منه فلا نثبته صفة. فصفة العين يعني يثبتها السلف ويثبتون الله عز وجل أنه يبصر ببصر ويسمع بسمع وهكذا. جزاكم الله خير. وهو في كل مكان بعلمه، وهو في كل مكان بعلمه أي لا بذاته. هذا هنا يعني ينبهنا إلى ما عليه الفرق بين مذهب ابن أبي زيد وهو مذهب الأشاعرة المتقدمين وبين المتأخرين منهم الذين يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان. وهذه مقالة الجهمية، هذه مقالة الجعد ابن درهم
اللي هو رئيس اللي أخذ عنه الجهم بن صفوان المذهب الجهمية ونفي علم الله عز وجل ونفي صفات الله عز وجل، لا يقولون بصفات الله، يثبتون صفات الله عز وجل الجهمية، وأخذ عن الجعد بن درهم، وهم يقولون بالإجبار ويقولون بأن الله عز وجل في كل مكان. الجعد بن درهم هذا هو رأس الذي أخذ عنه الجهم بن صفوان، وقد قتله خالد الأمير خالد القسري في المسجد في يوم الأضحى بعد أن أنهى خطبة العيد، قال: أيها الناس اذهبوا فضحوا فإني مضح بالجعد بن درهم، وقتله في أصل المنبر، ذبح في أصل المنبر لأنه كافر مرتد، ومقالته لأنه ينفي عن الله عز وجل صفات العلم ويقول بمقالات كفرية. فهنا ابن أبي زيد يقول لك: والله عز وجل في كل مكان بعلمه لا بذاته، كما يقول متأخرو الأشاعرة. والأصل كثير من المعتقدات اللي موجودة في كتب متأخرة الأشاعرة هي دخلت عليهم من كتب المعتزلة ومن كتب الجهمية، ويأتي ذكر كثير منها، والمؤلف يشير إليها ويحذر منها، من القول في كلام الله عز وجل وقول في الكلام النفسي، لأنهم لا يقول الله عز وجل كلام، وإنما يقولون الواجب الله هو الكلام النفسي، هذا ما يقوله الأشاعرة في كتب متأخرة. والأشعري رحمه الله بنفسه في كتابه الإبانة يرد هذا القول، ويقول إنه متكلم، الله عز وجل متكلم، والقرآن كلام الله، وينفي الكلام النفسي، وينفي أن الكلام مخلوق، وأن القرآن مخلوق، كل أشياء نص عليها في كتاب الإبانة. ومع ذلك تجد المتأخرين من الأشاعرة يثبتون هذه المسائل، وهي تسربت إلى كتب الأشاعرة من كتب علم الكلام وكتب المعتزلة، لأن اختلط الأمر والكتب اختلطت والشيوخ والتلاميذ اختلطوا، وأخذ الأشعري على المعتزلة والمعتزلة على الأشعري، وتأثرت المذاهب بعضها ببعض، وصار كثير من المسائل هي من صلب كلام المعتزلة هي في كتب الأشاعرة يتناقلونها ويقررونها على أنها مذهب الأشعري، وهي خطأ كبير وخطأ شنيع، وينبغي تنظيف الكتب الأشاعرة منها، بحيث تمثل كتبهم ما عليه المذهب الأشعري حقيقة، وما عليه كلام أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة اللي هو على منهج السلف الصالح، وبحيث الناس لا يحصل لهم خلط ويحصل لهم تضارب، وكثير من الناس يتعلم ويترقى في سلم التعليم في هذه الكتب متأخرة، وتتكون له عقيدة ببعض المسائل اللي فيها مخالفات، ثم بعد ذلك يصعب بعد ذلك أن يتنحى عنها ويرجع عنها، لأن دركنا كثير من مشايخنا وعلمانا على فضلهم وعلى يعني علمهم وكذا، تعلموا العلوم في هذه فيما يتعلق بعلم العقائد في كتب الأشاعرة المتأخرين، حتى كبرت سنهم و يعني صاروا لهم تلاميذ كثيرون وكذا، صعب عليهم بعد ذلك ان يتخلصوا مما ألفوه وعاشروه على السنين الطويله هذه 60 70 80 سنة عمره كله، وهو يكرر عقائد معينه في مسائل معينه ويعلمها التلاميذ ويعلمها الناس، عندما ياتي له خبر اخر مخالف ذلك يصب عليه بذلك أن يتركه ويصير يناقش فيه ويجادل فيه، مع أن يعني عدم صحته واضحة وضوح الشمس، لأن ما يقوله ليس له دليل ولا برهان، وما يرد عليه هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح وفي غاية البيان، ومع ذلك يصب عليه لأنه تربى وعاش سنين طويلة. ولذلك هذه خطورة أن الناس والأجيال تتربى على هذه الكتب المتأخرة وفيها، وهي غير منقاة، فيها كثير من الخير وفيها كثير من الفوائد، وأهلها يعني يترحم عليهم ويرجى لهم الخير ويدعى لهم بالمغفرة، ولكن ينبغي أن يقال الحق ويقول أنهم أخطأوا في بعض هذه المسائل، ولا يجب ولا ينبغي الناس أن يتبعوهم في أخطائهم، بل يترحمون عليهم ويسألون لهم المغفرة والعفو، ويرجون أن يكونوا ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: من اجتهد وأصاب فله أجران،
ومن اجتهد وأخطأ فله أجر. هذا هو الذي ينبغي، هذا هو موقف الإنصاف وموقف العدل الذي ينبغي أن يأخذه التلاميذ والطلبة المتأخرون من شيوخهم الذين تبين في بعض كتبهم بعض المآخذ التي هي على غير المنهج الصحيح. فهذا هو المخلص، ويجب على الناس يعني طلبة العلم الآن أن يلتفتوا لهذه القضية ولا يستمر الخطأ، بمعنى أن نجد عندنا الآن كتب واضحة بينة سهلة سلسة، ليست معقدة، ليس فيها شيء من خلط الكلام ولا من الفلسفة ولا من علم الكلام، نتركها ونأتي إلى كتب أخرى هي كلها جدل وكلها كلام وكل مخلوطة. عندما نرجع إلى الأئمة المتقدمين كانوا ينفرون من هذا الجدل ومن علم الكلام، كانوا لا يسمون هذا علم الكلام، يسمونه فلسفة. وقد حذر السلف الصالح من هذه المسائل. الإمام مالك رحمه الله، كان مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وكل أئمة كانوا يحذرون من كتب علم الكلام ومن الجدل في العقيدة. ولذلك مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه أبو الجويرة وسأله في مسألة وأراد أن يجادله في مسألة، فقال له يعني إذا أنت يعني ظهرت علي وأنت صرت علي ماذا يجب علي أن أفعل؟ قال يجب عليك أن تتبعني. قال فإذا أنا غلبتك؟ قال يجب أن أتبعك. قال فإذا جاء ثالث وغلبنا؟ قال يجب أن أتبعه. قال له يا عبد الله، نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد وأراك تتقلب، يعني والدين دين واحد، فإذا جاء واحد وكانت عنده حجة ولسان وبرهان تبع، ثم بعد ذلك إذا جاء واحد ثاني أبلغ منا في البيان وقال خلاف قوله نتبعه، فإذا جاء ثالث نتبعه، هذا ليس هو الدين. وكان الشافعي رحمه الله يقول يعني حق في أهل الكلام أن يضربوا بالنعال وبالجريد، فكانوا لا يحبون أن يدخلوا في علم العقيدة مسائل الكلام ومسائل الجدل ومسائل الأخذ والرد، بل يقفون حيثما وقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بينوه، وما سكتوا عنه سكتوا عنه. ولذلك كان ابن عبد البر رحمه الله يقول مات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خاضوا في الصفات ولا في القرآن ولا في كذا ولا في كذا، ومن اعتقد أنه يعني أن دينه وأنه أن دينه خير من أبي بكر وعمر فبئس المعتقد. إنهما ماتوا وسكتوا عن مسائل هذه وما تكلموش فيها، والآن تأتي تتكلم فيها إذا كنت تعتقد أنك صرت خير منهم فهذا بئس المعتقد. وسئل مالك رحمه الله عن أهل البدع من هم؟ قال هم الذين يتكلمون في القرآن وفي كلام الله وفي صفاته وفي سمعه وفي بصره. هذا كله واضح، مذهب السلف هو مذهب الأئمة المتقدمون التابعون وتابعوهم واضح تماما. ويجب علينا إذا أردنا النجاة وأردنا السلامة أن نقف حيثما وقفوا. جزاكم الله خير. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد. يعني خلق الإنسان ويعلم ما في هذه المسألة السلف كلهم أول هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الملائكة أولها بالملائكة ليست صفة. ويعلم ما توسوس به نفسه، الوسوسة هي ما يحصل من التردد في الصدر، والله تبارك وتعالى تجاوز كما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم أو تكلم. وقالوا الذي يرد على النفس هو عدة أشياء، أول ما يرد عليها هو الهاجس، وهو أول ما يلقى الخاطر في القلب، هذا يسمى هاجسا، ثم يتلوه بعد ذلك الخاطر. فإذا جرى هذا الهاجس في القلب، مجرد جريانه في القلب يسمى خاطرا، ثم إذا تردد بين الفعل والترك يسمى وسوسة. هذه الثلاثة كلها معفو عنها،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل تجاوز عن الوسوسة، فما دونها من باب أولى، ما دونها من الهاجس ومن الخاطر من باب أولى، الله عز وجل تجاوز عنه. ثم بعد ذلك يأتي العزم، الهم ويأتي العزم، بعد الوسوسة يأتي الهم ويأتي العزم. الهم مؤاخذ به الإنسان، لأنه إذا هم معناها نوى أن يفعله، فإذا هم بشيء ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم الإنسان بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بالحسنة وعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف. والسيئة من فضل الله عز وجل من هم بها ولم يعملها لا تكتب له سيئة، وإذا عملها كتبت له سيئة واحدة. والعزم يؤاخذ به الإنسان لأنه فعل، العزم من أفعال القلوب، عزمت على أن تقتل شخص يعني أنك بدأت في الفعل، هذه سيئة، ثم بعد ذلك أخطأته، أردت أن تقتله فقتلته فلم يصادفه، أو عزمت على أن تشرب خمرا فكان لبنا، يحاسب الإنسان على هذا العزم لأنه يعني صار فعلا. لكن الوسوسة لا يؤاخذ عليها إلا إذا اقترنت بالفعل، ما لم تعمل أو تكلم. وهنا كلمة أو تكلم يؤخذ منها أن ما في الصدر لا يسمى كلاما، الوسواس الذي لا يزال في الصدر لا يسمى كلاما شرعا، وذلك لا تبطل به الصلاة. لو حدثت نفسك ووسوست في الصلاة فلا تبطل صلاتك، لكن لو تكلمت بلسانك تبطل الصلاة ولا تبطل؟ تبطل الصلاة. فهذا يدل على أن ما في الصدر أو الوسواس اللي في الصدر لا يسمى كلاما، وذلك قال العلماء أيضا لا يقع به الطلاق، لا يسمى كلاما، لأنه ما دام لا يسمى كلاما لا يقع به الطلاق. وهذا يرد أيضا على الأشاعرة المتأخرين الذين يثبتون لله عز وجل الكلام النفسي ويسمونه كلاما. الله عز وجل يقول ما لم تعمل وتكلم، يعني نفى صفة الكلام على ما كان في النفس. والمتأخرون والمعتزلة يقولون ليس لله تعالى صفة كلام، وإنما كلام هو كلامه النفسي، كلام النفسي يعنون به هي المعاني التي تكون في النفس ويكون اللسان دليلا عليها، هكذا يقولون. ولذلك يقول القائل الشاعر العلا والأخطل إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يستدلون بكلام الأخطل على أن الكلام في الحقيقة هو كلام النفس وليس كلام اللسان، وكلام النفس يسمى كلام بنص كلام الشاعر، لكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير من كلام الأخطل النصراني. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم تعمل أو تكلم فلم يسم ما في الصدر كلاما، نفاه وقال ليس كلاما. جزاكم الله خير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. هذا يبين يعني صفة العلم اللي ينفيها القدرية. القدرية عدة فرق، قدرية في الواقع هم عدة فرق، منهم من ينفي علم الله عز وجل، يقول الله عز وجل لا يعلم الأفعال التي تقع من الإنسان إلا بعد حدوثها، فينفون على الله صفة العلم. وهم أخذوا هذا كما قلنا على الجعد بن درهم الذي هو حكموا بكفره وكفر الجهمية وقتله خالد القسري. وهذا يبين أن الله عز وجل متصف بصفة العلم، وهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى على ما يليق به، ليس لا تشبهها صفة المخلوقين. علمه عز وجل ليس كعلم المخلوقين، علمه يعني علم المخلوقين متجدد حادث مقرون بالزمان والمكان، قاصر ناقص يتجدد يسبقه الجهل، لكن علم الله عز وجل ليس فيه شيء من هذا. علم أزلي يتصف به باتصاف ذاته، تنكشف به جميع المعلومات انكشافا تاما في وقت واحد، ليس مسبوقا بجهل، يعلم الكليات والجزئيات
يعني يعلم ما توسوس به النفس وما يخطر بالبال وما كان وما يكون، فعلم الله عز وجل شامل واسع كامل، ليس يعني حادثا ولا يسبقه جهل كما هو الحال في صفة العلم الثابتة لخلقه. وإذاك ذكر المؤلف هذه الآية ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، إيه؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى. أيوه، هذه العبارة هي اللي أعجبت القاضي عبد الوهاب وأعجبت الذهبي، قالوا يا ليتها الأولى كالثانية على العرش استوى، لأن هذا هو كلام السلف. انظر كيف يعني هم يحبون أن يقف الإنسان أينما وقف السلف. اللفظ اللي وارد في القرآن وارد في السنة يتمسكون به، هذا معنى تفسيرها قراءتها على العرش استوى. لا نحتاج أن نقول فوق عرشه بذاته ولا نقول المجيد، ولا نقول على عرشه، على العرش استوى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ورد في صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الحديث الصحيح اللي رواه البخاري ذكر تسعة، إن لله 99 اسما ولم يعددها، وورد تعداد الأسماء الحسنى في حديث الترمذي من طريق الوليد بن مسلم، وذكر فيه هذه 99 المعروفة المشتهرة الآن بين الناس. والصحيح من أقوال أهل العلم أن تعداد هذا مدرج في الحديث وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه يعني مسألة مهمة يجب الناس يعرفوها، مع أن هذه الأسماء الحسنى التي تتداول الآن هي من اجتهاد العلماء، أدرجوها في الحديث واختاروها من بين أسماء الله تعالى الحسنى، وليست هي من تنصيص النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، لأن لو كانت من النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لا بعد ذلك على الرأس والعين، ما عاد في حد يستطيع أن يقول قولا ولا يجتهد اجتهادا ويقول هذه 99 المقصودة الواردة في حديثه الآخر من أحصاها دخل الجنة. لكن لما كانت هي مدرجة يبقى المسألة هي خاضعة للاجتهاد. وإذلك قالوا أسماء الله عز وجل وصفاته ليست هي قاصرة أو خاصة بهذه 99، وقول النبي صلى الله عليه وسلم 99 اسم من أحصاها دخل الجنة ليس المراد به أن أسماء الله هي 99 فقط، وإنما أن 99 اسم ليحصي 99 اسم يدخل الجنة، هذا مع الحديث. فمن أحصاها دخل الجنة هي صفة ل 99 وليست خبرا، يعني 99 ليحصي 99 كان الكلام معناه الذي يحصي 99 اسم من أسماء الله عز وجل يدخل الجنة، لأن أسماء الله أكثر من ذلك بكثير. ابن عربي ذكر منها 140 اسما، وغيره ذكر أسماء أخرى، والله عز وجل ذكر في حديث صحيح أنه استأثر بكثير منها لم يطلع عليه أحدا من خلقه، كما ورد في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك، يعني علمه أحد من خلقك، هذا يعني ما هوش عام، بعض الناس أطلعهم الله عز وجل عليه ولم يطلع عليه آخرين، أو علمته أحدا من خلقك، هناك نوع آخر أيضا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني هناك أيضا أسماء وصفات الله عز وجل هي استأثر بها الله عز وجل ولا يعرفها أحد، فهذا يدل على أن أسماء الله ليست هي محدودة في هذا العدد. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وورد في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يلهمه محامد وثناء لا يعرفه قبل ذلك، فيحمد الله به ويثني عليه به فيرزقه الله عز وجل به الشفاعة. فإذا الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل ليست هي محصورة في هذا العدد، وهناك كثير من الأسماء هي غير موجودة في 99 ومذكورة في القرآن، مثل الرب ومثل المولى، يعني وردت في القرآن وليست موجودة
في هذه 99، واللي عليها العلم ويتفقون عليه أن أسماء الله عز وجل توقيفية، بمعنى لا يصح فيها الاجتهاد، لا يجوز أن نسمي الله عز وجل ولا أن نصفه بغير ما سمى به نفسه ووصف به نفسه وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ليس في صفات الله وأسمائه اجتهاد، ولكن العلماء قالوا يمكن الإخبار عن الله عز وجل بما لم يرد، الإخبار عنه ليس توقيفي، لكن التسمية أن تسميه أو تصفه، تسميه باسم أو تصفه بصفة، الأسماء والصفات توقيفية، لكن الإخبار ليس توقيفي. وذلك كما قلنا يجوز أن تقول الله، تخبر عن الله بأنه قديم وبأنه موجود وبأنه شيء وبأنه ذات، لكن ليس صفة. لا تقول عز وجل متصف بأنه شيء وبأنه ذات وبأنه قديم، وإنما تخبر عنه، يجوز أن تخبر عنه بهذه. فيتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب الصفات. باب الإخبار يعني ليس توقيفيا، لكن باب الصفات توقيفي. قل الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة، هي 99، أو من أحصى إذا أحسن سمينها 99، كما ورد في صحيح البخاري: إن أحصاها حفظا وأحصاها معنا وعلم معانيها وأحصاها ثناء على الله عز وجل بها ودعاء، يعني كما أخبر: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء بها قد يكون دعاء سؤال، وقد يكون دعاء ثناء وحمد لله عز وجل. فهذا هو معنى الإحصاء، أن تحفظها وأن تحفظ معانيها وأن تتمثل بما فيها من صفات على قدر طاقتك، على قدر طاقة المخلوقين. عندما تذكر صفة الحلم لله عز وجل تحاول أن تتصف بالحلم، العلم، الكريم، الكرم، يعني كل الصفات اللي يمكن الإنسان يطيق أن يتصف بشيء منها، عليه أن يفعل ذلك. فهذا أيضا من إحصائها، ومن إحصائها كما قلنا أيضا الدعاء، أن يدعو الله تبارك وتعالى بها. والدعاء يتنوع إلى دعاء ثناء وحمد ودعاء سؤال. ثم حذر القرآن: وذروا الذين يلحدون في ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، يعني حذر من الذين يلحدون في أسمائه. الإلحاد في الأسماء، يعني الإلحاد من اللحد وهو الميل، ومنه اللحد للقبر لأنه يشق في جنبه، يعني شق مائل في جنب القبر. فالإلحاد واللحد كله مادته تأتي معنى الميل والانحراف. وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ يَمِيلُونَ عَنِ الْحَقِّ وَيَمِيلُونَ عَلَى الصَّوَابِ. ومن قول الله تعالى: وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا، أي شيئاً تميل وتلجأ إليه، لا تجد دون الله عز وجل أحداً تميل وتلتجئ إليه. فالإلحاد يعني هو الميل عن الصواب والميل عن الحق. وَالَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ومن الإلحاد في أسمائه أن تسميه بما لم يسمي به نفسه. وأيضا كما حدث للكفار الجاهلية قد سموا أصنامهم وآلهتهم بأسماء الله عز وجل، سموها العزة وسموها اللات، إن أخذوا من كلمة الله أو الإله اللات، وأخذوا من كلمة العزيز العزة. وكذلك إلحاد النصارى في تسميتهم الأب، يسمون الإله يسمونه الأب. وكذلك تسمية الفلاسفة الله عز وجل بالعلة الفاعلة، هذا كله من الإلحاد في أسمائه. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وعندما قلنا إنه في باب الإخبار يمكن التوسع في باب الإخبار، وفي باب الصفات ينبغي التوقف عن أو الوقوف عن الوارد، هناك بعض الأشياء أو بعض الأفعال الواردة في القرآن منسوبة إلى الله عز وجل، فهل تستطيع
أن تنسب لله عز وجل صفة تشتقها من ذلك الفعل، كل ما ثبت مثلا في القرآن من فعل أسند الله تبارك وتعالى، هل تستطيع أن تشتق منه صفة لله تعالى ولا غير جائز؟ قالوا لا، هذا غير جائز. ما ورد من الصفات الله عز وجل تستطيع أن تشتق منه فعل. السميع تشتق من السمع المصدر والفعل، تقول لله عز وجل سمع، وتقول الله عز وجل يسمع بسمع. لكن ما ورد من الأفعال مقيدا لا يجوز أن نشتق منه بإطلاق صفة لله واسم الله عز وجل، كما في قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله، فلا يوصف الله عز وجل بأنه الماكر، لا يجوز أن نأخذ من هذا الفعل بأن نصف الله عز وجل بأنه الماكر، أو يخادعنا بأنه المخادع، أو أنه الفاتن، أو أنه، هذه كلها غير جائزة إطلاقها على الله عز وجل. وذلك هذه القاعدة، ما كان صفة لله عز وجل لك أن تشتق منه المصدر والفعل. السميع تقول الله يسمع بسمع، وتقول له سمع، وتقول له بصر ويبصر ببصر. ولكن ما ورد لله عز وجل من أفعال مقيدة في القرآن لا يجوز على الإطلاق، بعضها قد يكون صفة لله عز وجل، لكن لا يجوز بإطلاق أن كل فعل ورد في القرآن مقيد أن تشتق منه صفة الله تعالى. وأسماء الله عز وجل أو صفاته منها ما هو مختص به، مثل الرحمن ومثل الله عز وجل. والقاعدة قالوا كل اسم الله هو صفة له، كل ما هو اسم لله فهي في الوقت نفسه هي أسماء وهي صفات. حتى الله عز وجل من أله يأله بمعنى المعبود، الإله بمعنى المعبود، الله معناه المعبود، صفة له بأنه معبود. وكل الأسماء الواردة في القرآن كلها هي أسماء وصفات في وقت واحد. لكن هناك أسماء هي مختصة بالله عز وجل، مثل القدوس، السلام، الله، الرحمن، هذه لا يجوز للإنسان يتسمى بها. وذلك في القرآن هل تعلم له سميا في لفظ الله عز وجل، ويقاس عليها كل اسم هو مختص بالله عز وجل، يدل على التقديس أو هو مختص به، فهذا لا يجوز التسمية به. لكن الأسماء الأخرى اللي غير مختص بها يمكن يسمى بها الناس، الملك ولا العالم ولا الخبير ولا هذه كل أسماء يمكن أن يتسمى بها، فلان الفلاني العالم، فلان الفلاني الملك، فلان الفلاني، هذه كلها يمكن. لكن الأشياء اللي هي خاصة بالله تبارك وتعالى لا يجوز لأحد يتسمى بها، لا يسمي نفسه الله ولا الرحمن ولا القدوس ولا السلام إلى آخره. في بعض اللغات غير العربية هناك كلمات تستخدم عندما يتحدثون عن الإله أو يعني عن الله الواحد، عن الخالق، مثلاً كلمة قال اللغة يقولون يعني بغوان، مثلا في اللغة الفارسية خدا، كلمة خدا تستخدم كثيرا. أي يعني ما حكم استعمال هذه الألفاظ يعني؟ نعم نعم، هو إذا كان المراد بها مجرد أن الترجمة هي في الواقع ما ينبغيش أن يطلق على الله عز وجل اسم غير الذي يسمى به نفسه. لكن إذا كان أردنا أن نشرح لإنسان لا يعلم اللغة العربية ولا يعلم كلمة معنى الرب ولا المولى ولا الله، ونقول له هو ما تقول عنه جاد، فهذا لا بأس بذلك. لكن يطلق على الله اسم غير الاسم الذي سمى به نفسه فهذا يقع في النهي والمحذور. لذلك يشيع الآن دائما بين الأطفال يتأثروا حتى أطفال المسلمين يتأثروا بزملائهم في المدارس وكذا، كل ما يعني يقع في مشكلة يقول ماي جاد، ما ينبغيش الناس تنتبه لهذا الأمر يعني. يعني هذا يفتح، يعني هل يجوز يعني تفسير أسماء الله عز وجل يعني واستعمالها بترجمتها يعني معنى
هي ينبغي التحوط في هذا بقدر الإمكان، لأنه من حيث أن غير العربي ربما هو يستطيع أن يعلم مثلا، تستطيع أن تعلمه كلمة الله عز وجل، لأنه ليس فيه عسر. لو كان مثلا يتعذر عليه ويتعسر عليه معرفتها أو حفظها أو كذا، لا بأس أن يستعمل لغته كما يستعمل معاني القرآن. يعني القرآن تستطيع، لا يسمى هو في الواقع تفسير، وإنما تستطيع أن تعطيه معاني القرآن ليفهمها، فهذا ليس فيه محذور. لكن أن يبقى هو يتعبد بالتفسير، يتعبد بهذا التفسير ويجعل أنه هذا هو اللفظ أو هذا اسم لله عز وجل، هذا هنا يقع المحذور. لكن مجرد أنه ليتوصل إلى معاني أسماء الله الحسنى ويتوصل إلى معاني القرآن بألفاظ باللغة، هذا في حد ذاته الله أنه غير ممنوع. أن هذا يدخل في باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. أي نعم، هذا يمكن في باب، يمكن يدخل في باب الإخبار ويدخل في باب الصفات، يعني بحيث تتوصل إلى المعنى الوارد في الشرع بلغة أخرى. فعندما لكن كما قلت الإسراف فيه ربما إذا تعودوه الأطفال يبقى حتى يصير يطلقونه بدل اسم الله عز وجل، كما قلت لك يبقى شيء في ألسنتهم هكذا، لا يقول يا الله، دائما يستعمل هذا اللفظ، فكانوا يعتبر أن هذا اسم من اسم الله عز وجل. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. كلمة لم يزل هذه معناها الاستمرار من الماضي الذي لا أول له إلى المستقبل الذي لا نهاية له. عندما توصف هذه الكلمة يوصف بها الله عز وجل وأسماؤه الحسنى يقال لم يزل، يعني معناها تعني الزمن الذي لا أول لابتدائه ولا آخر لانتهائه. وأصلها الأزل، والأزل هو القدم الذي لا أول له، أو هو استمرار الوجود في الأزمنة الماضية التي لا أول لها، ويقابله الأبدية، يقابل الأزلية يقابلها الأبدية. ولذلك قالوا الأشياء أو ما في الوجود ثلاث أنواع لا رابع لها: أزلي أبدي وهو الله تبارك وتعالى وأسماؤه وصفاته، أزلي أبدي، ولا أزلي ولا أبدي وهو الدنيا، وهي الدنيا. الدنيا لا هي أزلية ولا هي أبدية، بمعنى لها أول ولها نهاية. وأبدي وليس أزلي وهو الجنة والنار الآخرة، هذه أبدية لا نهاية لها ولكن لها أول، لأنها لا تشارك الله عز وجل في أنها لا أول لها. فالأزل يقابله الأبد. وعندما نقول لم يزل هذا يسري على الأزمنة كلها، لا أول له ولا آخر له. عندما يقول الله عز وجل لم يزل سميعا بصيرا، يعني هو سميع بصير في زمن لا أول له وفي زمن لا آخر له، هذا معنى لم يزل. وذلك أزل قيل هي نسبة إلى الأزل وهو القدم الذي ليس الأول له، وقيل هو الأزل نسبة إلى لم يزل. هذه الجملة في حد ذاتها عندما أرادوا أن ينسبوا إليها وأرادوا أن يختصروا النسبة ما استطاعوش أن يقولوا إلا لم يزل، اختصروها أو نسبوا إليها بكلمة يزلي، ثم أبدلوا الياء همزا للتخفيف كما قالوا في يثربي أثربي. فأزلي إما أن تكون منسوبة إلى الأزل وهو القدم الذي ليس لا أول له، أو منسوبة إلى لم يزل على نوع من الاختصار وهو الزمن الذي لا أول له ولا آخر له. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. أي يعني هذا هو يرد فيه على
يعني المعتزلة وعلى القدرية والذين ينفون الصفات ويقولون كلام الله عز وجل مخلوق، لأن لما نثبت له صفات كأننا نعدد القديم فنفوا الصفات، ولما أثبتوا له الكلام قال هو كلام نفسي وليس هو كلام لفظي، والكلام اللي هو القرآن بمعنى القرآن المتلفظ به قالوا هذا محدث ومخلوق، لأنه فعل القاري وفعل القاري لابد أن يكون محدثا، وهذا هو ما يريد مؤلف أن يرده. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه. القرآن ليس مخلوق وكلام الله عز وجل ليس مخلوق، وإنما هو صفة ذاتية أزلية، يعني أزلية بذاته، قائمة بذاته سبحانه وتعالى. وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. وتجلى للجبل يعني ظهر للجبل، تجلي هو الظهور ومنه تجلي العروس يعني ظهورها، تجلى ظهر وانكشف للجبل، فلما انكشف الجبل جعله دكا، جعله ترابا غارا خاسا، يعني انتهى كأن لم يكن له وجود. فمن عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله ونوره كأن شيء لم يكن، وخر موسى صاعقا أي مغشيا عليه. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ. هذا القرآن كلام الله، وهذا هو كلام السلف الصالح، كانوا يقولون الكلام القرآن كلام الله، يقفون هنا فقط، لا يقولون خالق ولا يقولون مخلوق. عندما سئل مالك عن ذلك فقال القرآن كلام الله لا خالق ولا مخلوق، لأن هذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اللي ورد في القرآن، ما ورد في القرآن كلام الله غير مخلوق. وإنما هذه الناس احتاجوا إليه فيما بعد عندما ظهرت فتنة خلق القرآن وتكلم فيها الناس وامتحن بها الأئمة، فصاروا يناضلون ويكافحون ويبينون الحق ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق، رد على الجهمية وعلى القدرية الذين يقولون بذلك. ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفذ، والإيمان بالقدر خيره لا ينفذ يعني لا ينتهي. ونعلم أن لله عز وجل كلمات كونية وكلمات شرعية. الكلام الشرعي هو الكلام الكتب التي نزلت على أنبياء الله عز وجل، منها القرآن والتوراة والإنجيل، والكلمات الكونية التي يقول بها للشيء كن فيكون، هذه يعني لا تنفد ولا تنتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وهذا هو اللي يجب الإيمان به، الإيمان بالقضاء والقدر، وكما ورد في حديث جبريل عليه السلام، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. الوقت شنو الآن؟ ما زال 25 دقيقة على شنو؟ القدر يعني مثل الكلام في القدر هو أيضا من المسائل اللي كان السلف الصالح يحذر منها. وكلمة القدر معناها من قدر يقدر، بمعنى قدرت الشيء أقدره وأقدره، أي أحط بعلمه. فالقدر أو الإيمان بالقدر الإيمان بتقدير الله للأشياء وإحاطته بعلمها. فأل هي بدل من المضاف إليه، لما بالقدر الإيمان بتقدير الله، الإيمان بتقدير الله للأشياء وتقدير لها بمعنى إحاطته بها وعلمه بها. فعلم ما في السماوات وما في الأرض بتفصيلاته وجزئياته وكلياته، رحمكم الله، أحاط بكل شيء علما،
في الأزمنة التي هو فيها، وأوجد من هذه الأشياء ما سبق في علمه أنه يوجده. هذا هو القدر الذي ينبغي للناس أن يؤمنوا به. يعني أولاً علم الله بهذه الأشياء كلها تفصيلاً، وأيضاً كتابته لها في اللوح المحفوظ، تقوله تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، لم تعلم الله يعلم ما في السماء وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. يعني هذا أيضا من جملة الإيمان بالقدر، تعلم أن الله عز وجل علم الأشياء وتفصيلاتها وجزئياتها في أزمنتها، وأوجد منها ما سبق علم أنه يجده، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه أوجد أو سبق في علمه ما يريد أن يجده. كل هذا هو يتعلق بالإيمان بالقدر. والقضاء والقدر هما تقريبا هما بشيء في الجملة، هما بمعنى واحد، ومنهم من يفرق بينهما ويقول القضاء هو علم الله عز وجل الذي حكم به على الأشياء إجمالا، والقدر هو تفصيلات وجزئيات تلك الأحكام. الحكم الإجمالي الذي حكم الله عز وجل على الأشياء على ما هي عليه، هذا يسمونه قضاء. والقدر هو يقولون هو تفصيلات وجزئيات تلك الأحكام الكلية. فهي تقريبا القضاء والقدر هو بشيء واحد، وإن كان بعض المتأخرين يحاول أن يضع فرقا بين كلمة القضاء والقدر. والإيمان بالقضاء والقدر يعني يجب إجمالا، هذا الذي يجب الإيمان به، هو يجب الإيمان به إجمالا. أما تفصيلاته فهي أيضا ليس المطلوبة من كل الناس، وإنما هي فقط تذكر في باب التعليم، مثل الكلام في الصفات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكلام في القدر. خرج ذات يوم على أصحابه وجدهم يتكلمون في القدر، فخرج ورؤي في وجهه كأنما تفقع في وجهه حب الرمان من شدة الغضب، وقال: ما لكم تضربون كلام الله بعضه ببعض، إنما هلك من قال من كان قبلكم بذلك. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقول: إذا ذكر القدر فأمسكوا. فالقضاء فالكلام في القدر كان الصحابة يعني يتفاودونه، وكان السلف الصالح لا يحبون الكلام فيه، وينبغي الوقوف فيه على ما وجب به الإيمان إجمالا. ولذلك توسع بعد ذلك عندما خرجت الفرق والجهمية والقدرية وكذا، وصار مذهب الإجبار ومذهب المرجية ومذهب كذا، صار توسعوا في الكلام في موضوع القدر، وصاروا يتكلمون في التخيير وفي التسيير، ومنهم مذهب المعتزلة الذي اشتهر بعدة مبادئ، منها العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والمنزلة بين منزلتين، ويعني هذه كلها تتعلق بالقدر. فهم يقولون بالعدل، يعني يقولون من العدل الذي يجب الله عز وجل أن الإنسان هو الذي يفعل أفعاله بنفسه، ليس بإرادة الله عز وجل، وإنما بإرادته نفسه، وهذه الإرادة يخلقها الله تعالى فيه، وذلك لم يحكم عليهم بالكفر. فالإنسان لا يفعل شيء إلا بنفسه، لا يفعله الله عز وجل، ليس بإرادة الله وليس بأمر الله، وإنما الله عز وجل خلق فيه إرادة هو الذي يفعل بها وهو الذي يترك بها. قالوا هذا حتى يكون بعد ذلك الحكم على عمله بأنه حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد يكون عدلا، لأنه لا نحاسبه إلا ما فعله هو، لا نحاسبه على ما كان مقدرا عليه وليس من عمله وليس من فعله. هذا هو يعني مذهبهم في مسألة العدل. يعني لكن الجمهور السلف والصحابة والتابعون
المذهب أهل السنة يقولون الله عز وجل يعني خلق العبد وخلق الناس وخلق أعمالهم. هناك فرقة من القدرية اللي من القدرية فرق متعددة، هناك فرق من القدرية تقول الله عز وجل خلق الناس ولم يخلق أعمالهم، يعني هم الذين ينكرون أن الله عز وجل علم وأنه مطلع على أعمالهم وأنه لا يعرف ولا يعلم، الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد إلا بعد وقوعها. فهذا المذهب مذهب فاسد، ومذهب أهله كفار الذين يقولون الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها، وأن العباد يفعلون أعمالهم بأنفسهم ولا يعلمها الله عز وجل، ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ويقولون من هنا ليست فاعل وإنما هي مفعول، الفاعل هو الله عز وجل، لا يعلم ألا يعلم الله عز وجل من خلق، ومن قالوا تطلق على العقلاء ولا تطلق على غير العقلاء، فالله عز وجل يعلم المخلوقين ولا يعلم أفعالهم. فهذا طبعا الاستدلال في غاية الضعف وفي غاية السوء، لأن من هذه ورد في القرآن، يعني ربما ورد غير العاقل أكثر ورد منه في العاقل، فبالتالي ليست يعني حجة في هذا الموضوع. فإذن صفة القدر التي يقول بها المعتزلة ويقول إن الله إن الإنسان يفعل بإرادته ويفعل لأنه هو المسؤول عن أعماله، أهل السنة يقول لا، الإنسان له اختيار وله إرادة، والله عز وجل أثبت له ذلك في قوله تعالى في كثير من آيات القرآن، قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة فأثبت للناس إرادة، وقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فأثبت المشيئة لغيره سبحانه وتعالى، لمن شاء منكم أي من العباد أن يستقيم، فالناس لهم مشيئة ولهم إرادة وبها يقدمون على العمل وبها يتركون، وكل عاقل يستطيع أن يفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية لكل إنسان، كل إنسان يستطيع أن يفرق بين يد المرتعش وبين اليد التي تأخذ الخمر وتشربه، فلا يستطيع أن تسوي، أي عاقل يسوي بين هذين، لو كان إنسان لا إرادة له يقال يعني مثل يد المرتعش، لا أنه يستطيع أن يمد يده ويأكل ويشرب ويستعمل الطاعات ويستعمل بها المعاصي، هذا كله يدل على أنه مختار، أن له خيار. والاحتجاج بالقدر بإجماع العلم غير جائز، لا يجوز للمسلم أن يحتج بالقدر ويقول إذا كان الله عز وجل كتب الأشياء كلها أزلا يعني في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، كتب على الناس أعمالهم وكتب على الناس نهاياتهم، وكتب إن الله كتب على كل أحد مقعده من الجنة ومقعده من النار، فما فائدة بعد ذلك أن نقول أن الإنسان إرادة ولا حرية ولا اختيار؟ يقال إن التكليف هو مناط بالطاعة وبالمعصية، التكليف هو مناط بالطاعة وبالمعصية، إذا أمرك الله عز وجل بأمر وعصيته فهنا يقع اللوم، اللوم على المعصية، لا يقع اللوم على قدر الله عز وجل الذي قدره عليك، لأنك لا تعلم هذا القدر، لو كنت تعلم أن الله عز وجل قدر عليك شيئا نقول لك صحيح بعد ذلك أنت لا تستطيع أن تفعل شيء، لكن لما القدر هو كان مغيبا عليك والله عز وجل أعطاك حرية واختيارا في أن تفعل أو لا تفعل، تصلي أو لا تصلي، تصوم أو لا تصوم، فهذا الاختيار اللي أعطاك الله عز وجل واختيارك الطاعة هذا الذي يثيبك عليه، واختيارك للمعصية وعصيانك الأمر هذا الذي يعاقبك عليه. ولما المشركون احتجوا على الله عز وجل وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه حجة الكفار يوم القيامة، يقول حليل غالب لا قدر لا علي، لو كان الله يريد أن يهدينا هدانا، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، يرد الله عليهم حجتهم وأنهم يعني عملهم هذا ليس لهم، لا يسمى حجة ولا برهان ولا دليل،
كذلك كذب الذين من قبلهم فهل على الرسول بلاغ مبين كذلك كذب الذين من قبلهم وما ظلمناهم فعل الذين من قبلهم وما ظلمناهم فنفى الله عز وجل أن يكون هذا ظلم لأنه أعطاهم اختيارا يستطيعون أن يختاروا به ما يريدون وكل شيء يعلم من نفسه الفرق بين الحركة الاضطرارية والحركة الاختيارية ولو كان القدر حجة للإنسان لو كان القدر حجة للإنسان ويقول مثلا أنا قدر الله علي هذا الأمر ومن أجل ذلك أنا فعلت وذلك ينبغي أن لا ألام فينبغي أيضا ألا يلوم غيره عليه وهذا لا يقول بعاقل لو إنسان اعتدى عليك ولطمك ولا قتلك ولا جرحك ينبغي ألا تلومه إذا كنت أنت لا تلوم نفسك وتجعل القدر عذرا لنفسك فاجعله أيضا عذرا لغيرك هل هناك أحد يقبل أن يجعله عذرا لغيره لا أحد يقبل ولو كان هذا الأمر يعني سائغا لصارت الدنيا كلها يعني غابة وكل أحد لو أن يفعل ما يشاء ويقول هذا هو قدر الله علي لكن العقلاء اتفقوا على أن الإنسان ما يفعله إنما يفعله باختياره وبإرادته لو كانت هذه حجة صحيحة عند العقلاء مقبولة لأطبق الناس عليها ولعذروا أنفسهم بها وكل من يرتكب جريمة ينبغي أن يجد له عذرا ويقول له لا عليك اقتل اشرب الخمر افعل اسرق لأن هذا أمر مقدر عليك لكن هل يقبل العقلاء ذلك؟ لا يقبلونه هذا دليل على الإنسان يعني احتلاله بالقدر لا صحة له ولا أساس له وإنما هو مجرد وهم لأن القدر غيب مقدر غيب مخفي على أحد لا يطلع عليه أحد وذلك لا يستطيع أحد أن يجعله حجة لنفسه ويرد على هذا حديث موسى وآدم عليهما السلام عندما التقيا في السماء وحاج موسى آدم ولامه على أنه أخطأ وأكل من الشجرة وكان سبباً في خروجه من الجنة وخرج آدم وذريته من الجنة ولامه على ذلك فآدم رد عليه وقال له كيف تحتج علي بأمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة يعني بمدة العدد قولة مفهومة له قالوا هل هذا وفي آخر الحديث فحاج آدم وموسى يعني قبلت حجته أقام عليه الحجة بالقدر فهل هذا يصلح دليلا على أن الإنسان له أن يحتج بالقدر قالوا لا يصلح دليلا لأن كلام آدم لموسى ليس في دار التكليف والقدر لا يحتج به في دار التكليف أما يعني لا يحتج به في دار التكليف عندما الإنسان لا يعرف مصيره لا يعرف هل هو في الجنة أو في النار أما لو علم الإنسان نفسه أن الله غفر له وأنه في الجنة أو أنه في النار بعد ذلك له أن يحتج بالقدر لأن الاحتجاج بالقدر هو يعني شرعي وليس عقلي يعني المنع بالاحتجاج المنع على الاحتجاج بالقدر المنع شرعي وإلا عقلي المنع شرعي ما دام أنك أنت لا تعلم مصيرك لكن إذا علمت مصيرك بالشرع وأنك في الجنة وأنك في النار بعد ذلك خلاص ارتفع اللوم عليك ولذلك آدم لما قال كيف تقدر علي كيف تحتج علي بذلك وقد قدره الله علي قال لأن الله عز وجل غفر له بنص القرآن فعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه عليه فتاب عليه وهدى فذكر الله عز وجل توبة آدم وأنه غفر له بعد ذلك إذا كان إنسان عجبا من الله عز وجل غفر له له أن يحتج بالقدر لا لوم عليه لأن المنع من الاحتجاج بالقدر كما قلنا هو منع شرعي وليس منع عقلي فإذا الشرع كشف لنا الأمر وعلم أن هذا الأمر يعني طريق هو هذا الطريق أو تلك الطريق لا منع لأن عندما نقول لا نحتج بالقدر حتى لا يتخذ ذريعة إلى المعاصي حتى لا يتخذ ذريعة إلى المخالفات هذا هو السبب في منع الاحتجاج بالقدر بحيث ما يكونش وتكأ للناس كل واحد يفعل ما يريد ويقول هذا أمر قد قدره الله علي لكن لو علم الإنسان مصيره بعد ذلك
بعد ذلك ليس هناك خوف من أنه يعني يحتج بالقدر بحيث أنه يرتكب مخالفات ويبررها، فالمخالفات انتهت والله عز وجل قد غفر له وأدخله الجنة، فلو أراد أن يحتج بالقدر بعد ذلك لا حرج عليه. هذا هو الجواب عن حديث احتجاج آدم وموسى عليهما السلام. والذي يجب الإيمان به هو الإيمان بالقدر الذي قدره الله عز وجل، لا بالمقدور، لا بالمقضي. في فرق بين الإيمان والرضا، في فرق بين الرضا بالقضاء أو بالقدر وبين الرضا بالمقدور وبالمقضي. يعني عندما الإنسان يصاب بألم أو يمرض ثم يشكو ويتضجر، هل هذا ينافي القضاء والقدر؟ لا ينافيه، بل ربما هذا هو المطلوب. لو قال يقول فلما جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني المطلوب الإنسان إذا نزل به الضيق أن يتضرع إلى الله ويلتجئ إليه ويشكو إلى الله. والأنبياء كلهم شكوا إلى الله عز وجل عندما مسهم الضر، ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أيوب عليه الصلاة والسلام ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. موسى عليه السلام قال إني فقير. نوح عليه السلام إني مغلوب فانتصر. يعني الإنسان يشكو من الحالة التي هو عليه، يشكو الله عز وجل ويتضرع ويتضجر من الألم ويقول آه ويستغيث، هذا لا شيء عليه. لكن أن يقول أنا يا الله لا أستحق هذا، كيف تقدر علي هذا، هذا هو السخط بالقدر، وهو الذي ينهى عنه ولا يجوز شرعا، وهو الذي ينافي الإيمان. الإنسان يلوم الله عز وجل لماذا قضى عليه بهذا الأمر، يقول يا ربي أنا لا أستحق، أنا ملازم لطاعتك، أنا عبدك الضعيف، لما تعمل بي هذا العمل؟ هذا احتجاج على القدر وهذا غير جائز شرعا. لكأنه إذا مسه ضر أو مسه ضير أو مسه كذا استغاث إلى الله عز وجل وشكى وتضرع وأن وصار إنه ويستغيث ويتألم من المرض، قالوا هذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، وليس هو من رد القضاء ولا رد القدر. جزاكم الله خير. بقي 6 دقائق على صوت العشاء، ما كان في حد عنده معضله. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. مثلا اذا انسان حل سياره، هل هذا قدر ولا مش اختيار؟ هو بعد ان يقع الامر هناك فرق، انك انت يعني تريد ان تفعل معصيه وتحتج عليها بالقدر، نقول اشرب الخمر، افعل معصيه لان الله قدرها علي، هذا غير جائز شرعا. لكن بعد وقوع الامر واردت ان تتوب بحيث لا تجعل القدر سلم لمزيد من المعاصي، بعد ان وقع بك الامر سواء كان في معصيه او كان في طاعه او كان في حادث سياره كما قلت، هذا من قدر الله وقضائه، وتقول قدر الله وما شاء فعل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد حدوث الأمر، إذا حدث له مكروه يقول قدر الله وما شاء فعل، فهو من قدر الله لا شك. لكن الذي نقول له أنه لا يجوز أن الإنسان يستعمل القدر مبرر للمعصية، يعمل معصية ويقول أني لغالب، هذا قدر الله علي، مش أني نبي نعمل معصية لكن ربي قدر علي هذا، هذا هو الذي لا يجوز. شيخ احيانا يعني يفعل الانسان شيء وبعدين يقول قدر الله علي، مثلا الذي يسرع بالسياره مثلا في مكان يعني السرعه فيه محدده ثم يقع حادث، بعض الناس يقول هذا قدر الله. يعني هو لا شك ان الله عز وجل قدر هذا ما يحدث، لكن هذا لا يصلح مبررا له بحيث ينجيه من اللوم من العقاب. إذا كان المحل محل لوم شرعي لابد أن يقع عليه اللوم الشرعي، فكلمته هذه لمجرد أن الأمر في نهايته هو إلى الله عز وجل هذا لا يضر، لكن لا يجوز استعمال هذه اللفظة في سياق أن يبرر نفسه العمل أو يخفف المسؤولية عن نفسه، هذا هو الذي لا يجوز. لا يجوز أن نستعمل القدر في تخفيف اللوم الشرعي، إذا كان هناك عقوبة شرعية على هذا العمل
لا يجوز أن نستعمل القدر بحيث يرفع هذه العقوبة، لابد أن توقع العقوبة كما وردت في الشرع. وكلام الناس فيها يستعملوه في هذا السياق استعمال غير صحيح. نعم، جزاك الله خير. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.